الو يا لولو، ايه انت فين؟ انا خلاص بره وطلعت على الصحيح. ماشي، باي. بوم والحلاوه دي يا حول الله يا رب. جبته امتى ده؟ امتى يا اول يوم مش ده. احنا بقى جايين نعمل ايه بقى عشان انت نفس الحوار بتاع امبارح ده؟ ايش يا حوار كومبيتيشن؟ يلا حواركم. انت شايف ان بقول لك ايه؟ بس بقول لك انت ممكن اقول لك امتى ده؟ بقول لك عند شايف الكلام ده هم دول هينفعونا ولا نشوف حد غيرهم ولا ايه؟ انا شايف ان هم مش حد غيرهم. تيجوا نمشي هذا بنلف ولا ايه؟ ولا دي نمشي. يلا نمشي. يلا نمشي. يلا يلا خد بس رحت يا سيدي جبت مش نسيت لحبيبس مالك ازاي تدخل ما تهزرش يا باشا الكلام كله. سردينا يا سردينا انت عايزنا ليه؟ وتعالوا والنهارده وحاجه مهمه. وحشني وحشني. لا 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 هقول لكم كده. ايوه وانا بقلب على الفيسبوك امبارح لقيت كومبيتيشن، عارفين بتاع تجربة القاهرة والناس برنامج اسمه العباقرة؟ اه شفتوه؟ انت عارف الشكل مش مشكلة. الكومبيتيشن دي بيسألوا أسئلة، فالمرحلة الجاية إن هم يسألوا عن تاريخ عمارة. اوكي. يسألوا عن معماريين وعملوا إيه التغييرات في العالم كله وكده. فهي كومبيتيشن بتتكون من 6 أفراد، فإحنا قلنا نكلمكم ونشوف عشان نخش سوا. بس في مشكلة، الاشتراك ب 10,000 جنيه. بس في حاجة حلوة، الجايزة 250,000 جنيه. بص بس عشان كده هنلبس بس الفلوس اللي اتدفعت دي أهم حاجة. إيه؟ قبل ما ننزل للشباب دول عشان نتكلم، هنعمل إيه في المسابقة؟ أنا رأيي إن إحنا محتاجين نبدأ. يعني أنت رأيك مش مهم بس قول يعني. لا مهم. محتاجين نجذر information عن الحاجات اللي إحنا ناسينها. إحنا محتاجين نجذر. لا ما بهزرش. ممكن الحاج في فرانك لويد رايت. فرانك جاري وزع حديد. يا طنط. ما لا لا ديته أهم واحد. مين؟ لويس سوليفان. جامد ده لويس سوليفان. تخيلوا كده إيه؟ وإحنا عايشين في الزمن بتاعهم. يا لويس كلها دي بتفكرني بشبابي. ستوب اكسشينج ده لازم اركز فيك. ايوه اتفضل. بس زيك يا بولي؟ الحمد لله. عامله ايه يا ماما؟ الحمد لله. ايش يا حبيبي؟ الحمد لله. اتفضلي يا بولي قولي عايزه ايه. معلش يا فندم، كنت عايز اسال حضرتك بخصوص البنت اللي حضرتك بتسمعها. ستوك اكسشينج كنت لسه بدندن مع نفسي مع اغنيه فرانك سيناترا. طبعا انت عارفه ده محبوب عندي يا بولي. طبعا. اتفضلي يا بولي. معلش يا فندم، كنت عايز اسال حضرتك برضه هتمشي بنفس الكونسيبت بيزو قال مشرف؟ طبعا انت عارفه يا بولين طبعا ده اساسي يا ماما. انت عارفه انا طول عمري شغال بالورقه والقلم وايه؟ والمسطره يا بولين. ركزي معايا يا حبيبتي. يا بولين اتفضلي. طب معلش يا فندم، بالنسبه للانتيريور ايه الفيتشرز اللي حضرتك هتهتم بيها؟ الفيتشرز انت عارفه بولينا انا في كود في حياتي ماشي بيها ان there is no a building without a an ornament يا بولين.
نورمال تمام ركزي معايا انت بني ادمه شطوره وهتطلعي مهندسه شاطره يا بولين بس ركزي معايا. طب بالنسبه للسترونج كورنسز دي حضرتك برضه هتبقى موجوده في البيلدينج؟ طبعا يا بولين طبعا السترونج كورنسز دي من اساسي اي مبنى يا بولين انت عارفه اي مبنى لو ليه كور. اتفضل. طب ممكن اعرف حضرتك الفيتشر بتاعي؟ اه يا بولين انا كنت كاتب عندي هنا حبه نوتس عشان لما اعمل الواجهات. ايوه. اه كنت مركز على طبعا سترونج كورنسز لسه قايلين بروجكتد ويندوز. ايوه. والتريدنج روم انا لازم اعمل تريدنج روم على طول. اكيد. انت عارفه طبعا بس انا بفكر ان انا اعمل المبنى ده على كانتيلي بس كانت دي حاجات مالكيش دعوه بيها دلوقتي يا بولين. تمام. وبعدين يا بولين فين فرانك؟ كريستين كلمته حالا. انا مش قلت فرانك يجي لي؟ هيكون على حضرتك. اتفضلي يا بولين اطلعي ونادي لي كريستين. حالا يا فندم. حالا. اتفضلي يا بولين. حالا. يا حاسدي منا. فين فرانك يا كريستين؟ يا فندم فرانك جاي في الطريق على طول. فين فرانك؟ ايه ده مين دي يا كريستين؟ انا سوسي بس مهندس. دي يا سوسي مين؟ ده انا قلت في الاشكال دي. فرانك بص يا فندم. ايه الحفلة؟ اهلا يا فرانك. اهلا ازيك يا فرانك؟ اقعد يا فرانك عشان عايز. فين الباب يا بولين واطلع بره. هو ايه اللي بيحصل جوه؟ انا مش فاهمه. مش مهندس منهم متعصب كده ليه؟ ده فرانك لوي درايف كان شغال هنا في المكتب. وبعدين الاستاذ اكتشف ان هو فتح مكتب من وراه وكمان بيسرق زباين. حاجة مش فاهمة فيه ايه؟ ازاي يعمل كده؟ زي ما كان مع The Father of the Skyscrapers يعني. هو مش عارف ريصان ده ايه ولا ايه؟ ده عمل جرانتي بيلدينج وعمل وين رايد وعمل اوديتوري بيلدينج. ايه ده؟ ده هو اللي اخترع الكونسبت بتاع الشافت والكولم. هو اللي خلى الدنيا فيها بيوتي. هو ازاي هو بيفكر ايه؟ صح ولا ايه يا استاذ فرانك الكلام اللي انا بسمعه ده؟ ايه اللي حضرتك سمعته يا فندم؟ تسرق الزباين بتاعتي يا فرانك؟ عيب برضه عيب والله. هو اللي معلمك يا راجل. انا الفادر اوف ذا سكاي سكريبرز يا فرانك. نسيت افضلي عليك يا فرانك؟ نسيت ان انت مدني وانا معلمك حاجات عماره؟ انت هتذلني؟ هو عشان ما كملتش تعليمي تقوم تذلني؟ مش انت اللي علمتني؟ يا راجل ده اخرتنا؟ لا انا مش حكايه انا اللي معلمك يا فرانك. انت بتعض في الايد اللي اتمدت لك يا فرانك. انت هتحن ولا ايه؟ انت يعني ما بتدينيش فلوس. انت اللي بتديني هالي دي ملاليك. بس يا عم انت هتعيط له. بس بالراحه بالراحه. الكلام ده ما ياكلش معايا يا فرانك. اتفضل يا فرانك اطلع بره وانا مش عايز اشوفك في الشركه بتاعتي تاني. هو ده. اتفضل يا فرانك. حرام يا راجل. خد انت خسران. خد حسابك من بولين. يلا يلا انت اللي خسران. يلا والزباين هتجي لي انا وهيبيعوك. يلا يا فاشل. يلا يا ابن هنا يلا. يا عقنول ما انت لو كنت بولين شغال فرانك سيناترا. طب يا جماعه ايه رايكم في لكوربوزيه؟ انا لسه كنت شايفه له مقابله صحفيه. حلو لكوربوزيه وفيها كل الانفورميشن. طب تورينا كده. على فكره برضه هو عالم من اعلام المدن. والآن أعزائي المشاهدين سوف نعرض عليكم نبذة مختصرة عن أهم أعمال المهندس العالمي الشهير لي كوربوزيه. ازيك يا ابني عامل ايه؟ ازيك يا بنتي؟ أهلا وسهلا. مدام كوربوزيه مراتي. أهلا وسهلا. اتفضلوا يا جماعة. سمعت انكم عايزين تصوروا معايا. الحقيقه فيلم زي ما حضرتك عارف احنا من قناه المحور وبدنا من كوم مهندس. كنا جايين عشان نعمل مع حضرتك بس احوال نعرف كان نقطه مهمه للحضرتك. طب وايه كوم مهندس دي يا ابني؟ انا مهندس اصلا. طبعا يا طبعا يا فندم حضرتك قيمه كبيره. ففي البدايه عايزين الناس كلها تعرف القيمه وتعرف حياته ابتدت ازاي. باختصار شديد انا اربان بلانر وديزاينر. انا اصلا سويسري ومعايا الجنسيه الفرنسيه. كوربوزيه ده مش اسمي الحقيقي. انا اسمي ادوارد تشارلز ادوارد. بس وانا في باري كان لازم اختار سينجل نيم يعني خدت اسمي جدي لكوربوزيه. عايزين نسال حضرتك عن اهم الاعمال اللي حضرتك شايفها هتسيب بصمه. انا فعلا عملت فيلا سافوي لو سمعتوا عنها. اكيد طبعا يا فندم. وعملت شانديغار في الهند وعملت رون تشام كاثيدرال يعني وتعدد في اليونسكو في التراث المعماري. تمام يا فندم. طب كنا عايزين نعرف من حضرتك ايه اهم الفيتشرز اللي حضرتك بتحب على طول تجمعها في المباني.
حضرتك انا عملت فري ستاندينج بيلرز تمام واكيد ما دام رفعنا المبنى فوق نرمي الجنينه فوقيه عسل يا فندم وعملت فري فاساد تمام وعملت ريبن ويندوز واوبن فلور بلان طبعا والى حد ما دي فيتشرز انها تميز بيها بس يعني وعملت البحر طحينه وكتبت عليها سمينه من فوق الموجة عندنا يا فندم ولا حاجه تاثر فينا تاثر معايا ابني ولا ايه دي دعابه على ذكر الهزار يا فندم كنا عايزين نسال حضرتك عن معلومه كده سمعناها ان مدام لو كوربوزي محرمه الكلام عن اي حاجه تخص الاركيتكتشر على الدايننج تيبل هل دي حقيقه اكيد ما يحصلش الكلام ده يا بنتي كوربوزي وي اوكي معلش اصل انا راجل في بيتي ايوه يا فندم عايزه اسال حضرتك عن الكريتيك اللي حضرتك اتعرضت له عشان البيلدينج رونشام في ناس كتيره قالت ان حضرتك خرجت عن البرنسبلز او الفيتشرز اللي حضرتك بتتميز بيها فحضرتك ترد عليهم بايه حضرتك يا بنتي انا لازم ارضي جميع الاطراف انا اضطريت اعمل كده عشان الفانكشن بتاع البيلدينج دي كانت كاسيدرال ولازم اعيش الناس في الجو بتاع العباده واديهم الخشوع فاضطريت ان اعمل كده عشان اللايتنج سيستم اللي جوه واعمل الشبابيك بطريقه معينه عشان اوصل لهم الخشوع ده طيب والبروجكت اللي اترفض لحضرتك يا فندم ريديان سيتي احنا عايزين نعرف ايه اسباب رفضه وحضرتك شايف الرفض اترفض عشان هما مش فاهمين بالراحه يا حبيبي حاضر يا بيبي انا كنت بحاول اوصل للفيوتشر اللي انا بقوله ده كان هيعلي اي بلد انا كنت هخلي الجراوند فلور للعربيات والفيرست فلور للناس يمشوا فيه ويشوفوا ايه مصالحهم ويعملوا شغلهم وكنت هطلع سكاي سكريبر في كل حته بس الناس ما كانوش فاهمه ده ومش هيفهموه غير لما يتعمل قدام اكيد طبعا يا فندم انا اتوقع طب ان هو يتعمل قدام اكيد طبعا هيتعمل قدام يا ابني انت ما تعرفش انا مين ولا ايه لا طبعا اعرف اكيد طبعا يا فندم في فكره من اللي انا اقولها ما تتنفس لا يا فندم ازاي يا فندم بنشكر حضرتك على وقتك وعلى كل المعلومات اللي حضرتك قدمتها للمشاهدين وميرسي جدا يا فندم العفو حبيبتي العفو العفو شكرا يا فندم مع السلامه شكرا دار شكرا يا بنتي شرفتونا وريت ما تبوش تاني بصوا يا جدعان هنخلص دلوقتي طب دلوقتي في حاجه ايه احنا دلوقتي خلاص خلصنا وان شاء الله الكومبيتيشن بعد بكره والحمد لله كده معانا كل الانفورميشن لسه تمام استنى موبايلي بيرن ماشي يا عم المهم ويت فور مي خلاص كده احنا تمام ما تقلقش كل حاجه معانا خلاص كل الخطوات المسابقه هنكون معانا لا معانا خلاص عم المهم اللي بيتكلم في الموبايلات كل شويه ده في حاجه ولا ايه ده في ايه يا جماعه في حاجه في ايه سبعه طلعت في شك نعم بطل كار بسوني وروقوني عايز البت تموت لما تشوفني